انت حضرتك سباق في ان انت توقف الوقيعه اللي حصلت ما بين اللجان الالكترونيه للجماعه الارهابيه ما يطلق عليهم الاخوان المسلمين وما بين الشعب المصري. عايزين نوضح للناس قد ايه حضرتك كان ليك دور فعال في الموضوع ده. انا بشكرك على الموضوع ده، الموضوع ده في غايه الاهميه كده يا استاذه نور، يعني كده اللي عايز اقول لحضرتك حاجه. الجيش المصري لما كان بيواجه الارهاب في سيناء، لو النهارده استمعنا ان في مغريات النهارده من دوله ما لاستقطاب يعني جنود وابناء الجيش المصري من شر النهارده ان قد يتعرض فيهم بعض افرادهم للاستشهاد وبتاع، ان هو النهارده يروحوا يدافعوا عن بلد ثانيه بمقابل مالي ضخم جدا، هل النهارده في عقيدتنا احنا كمصريين ان الجيش المصري هيتخلى عن الصفوف الاماميه لمواجهه الارهاب ومواجهه يعني خطر الاستشهاد وخطر الموت يوميا؟ على الاطلاق الجيش المصري النهارده كان بيقدم روحه فداء. شفنا ابناء كبار القاده من الجيش المصري ازاي استشهدوا، شفنا النهارده ازاي وحيد ابوه وامه استشهد، شفنا ازاي الاسر المصريه والام المصريه العظيمه خرجت امام يعني شاشات التلفزيون تبهر العالم كله ان هي مستعده تقدم روح ابنها الثاني فداء وحفيدها فداء عشان تحافظ على استقرار الوطن وتحافظ على 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 اللحمه المصريه وعلى الحفاظ على امن وامان الدوله المصريه. نفس الكلام على الجيش الابيض اللي احنا لما سميناه باسم الجيش الابيض ما كانش اسم هباء، كان على الاطلاق اسم ليه واقع وليه حقيقه، لان الجيش الابيض هو احد الصفوف الاولى لمواجهه خطر كورونا اللي هو خطر كبير جدا يساوي خطر الارهاب وزياده اجتاح العالم كله، والاطباء المصريين عملوا ملحمه كبيره جدا في مواجهه هذا المرض اللعين. شفناهم ازاي النهارده يعني الاصابات اللي اصيبوا بيها والناس كانت متحمله وفضلت قاعده مكمله، ولكن للاسف الشديد في بعض الدول اللي هي ما بتردش ابدا الا مصر تكون خرابه، زي يعني للاسف الشديد تركيا وقطر وحواليهم اجهزه مخابرات عالميه مغريات بعض الشيء للاطباء، محاوله النهارده الدخول بينهم لتفتيت عدد الدوله المصريه وكسر همه الاطباء المصريين، لكن على الاطلاق الاطباء المصريين المحترمين الناس المدركه يعني اهميه دورهم للحفاظ على مصر وعلى ابناء مصر قاعدين ومصممين تماما النهارده انه يفضلوا في خط الدفاع الاول. شفنا زوجة شهيد وهي بتتكلم ازاي ان هي مستعده تفضل في هذا الملف طوال حياتها ومستعده تضحي بحياتها ايضا من اجل حياه المصريين، وهم دول الاطباء المصريين. وزاره الصحه ايضا وضحت بعض اللبس اللي كان بيحاول الناس النهارده يزرعوه ما بين الفتنه ما بين الوزاره وما بين الاطباء، ان هي النهارده كل الاماكن متاحه امام كل الاطباء النهارده للعزل في حاله اصابتهم، وورت حجم الاصابات في العالم اللي اجتاحت العالم قد ايه بين صفوف الاطباء والممرضين، ورت النهارده الوفيات شكلها قد ايه. وبالتالي لما احنا بنشوف الاجراءات البيانيه اللي موجوده على شاشات الاعلام بتبين للمواطنين حجم يعني التضحيات اللي قدمها الجيش الابيض، حجم يعني الشهداء الناس اللي بتقدمها النهارده الناس، وعلى ذلك على الرغم من ذلك الناس موجوده في الصفوف الاولى. انا اؤكد لك ان المصريين على فكره مهما تكن المغريات حب الوطن عندنا شيء كبير جدا، لان المصري مهما يعيش بره في الخارج يفضل سنوات وسنوات سنوات يتنادي عليه صوت الوطن للدفاع عنها بيفضل موجود زي ما هو. دي طبيعه المصريين، الطبيعه اللي بتدهش العالم كل يوم. عشان كده انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا استاذ نور، ما فيش ابدا قلق. اي نعم دور الاعلام المحترم النهارده ان يبين للمواطنين ان في مؤامره كبيره جدا الهدف منها ضياع مصر، واحنا شفنا الكلام ده من اكثر من قيادي اخواني بالظبط لما كان بيقول له اتصاب واطلع اعدي الاطباء، اتصاب وانزل الاسواق اعدي الناس، اتصاب وانزل اعدي ضباط الشرطه، خلص عليهم. وده قيادي اخواني، كل الناس شافت الكلام زي كده. شفنا الارهابيين ازاي النهارده بيحاولوا يستخدموا الكلام ده لاصابه الفزع داخل نفوس المصريين، ولكن انا عايز اقول لحضرتك ان شاء الله تعالى ان شاء الله لن يحدث حاجه على الاطلاق، لان المصريين عزيمتهم قويه جدا. المصريين النهارده عارفين هيعملوا ايه وهيتحركوا ازاي. ثانيا احنا بنطالب بالفعل النهارده ان يكون في مجلس اعلى للصحه يعزز دور القطاع الصحي ودوره في البلاد ان شاء الله تعالى في الدورات الصحيه بطريقه يكون متواجد. بالفعل شفنا السيد الرئيس لما اختار الدكتور عوض تاج الدين النهارده يكون موجود النهارده كمستشار للرئيس في ظل الامر الصعب جدا، والدوله كلها بتتحرك بكل اتجاهات. شفنا المؤسسه العسكريه وهي بتعقب، لكن شفناها النهارده وهي بتعمل اماكن الفتره اللي فاتت دي كلها لمحاوله النهارده ايجاد المصريين، ولكن لازم يكون علينا احنا كمصريين دور توعوي، دور اساسي. احنا قعدت الناس تتكلم على حته ازاي يكون في التباعد حياه، ازاي يكون النهارده في المسافه صحه وحياه لينا كمصريين، لكن للاسف احيانا بناخد الامر باستهتار بسبب
ما زرع فينا من سنوات، معدة المصريين تهدم الزلط، المصريين ما فيش حاجة تفرق معهم، خليها على الله يا سيدي مش هتحصل حاجة. كل الكلمات دي جميلة جدا، ولكن لازم نراجع التاريخ. لازم نراجع النهاردة لما جه طاعون عمواس، لما أصار سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح وكان معاه 25 صحابي، لم يدخل إليها سيدنا عمر بن الخطاب، ولم يدخل عليها كثير من الصحابة حتى وفاتهم المنية. وبالتالي الأمراض المعدية تحتم علينا الالتزام بتعليمات الوزارة، الالتزام بتعليمات الأديان، لأن الدين قال كده لما يكون فيه مرض معدي نكون بعيد عن بعضنا البعض. النهاردة في أكثر من حديث وأكثر من محفل تاريخي أشار إلينا بالكلام ده، وبالتالي أنا لسه الأمور إن شاء الله تعالى خير وعمرها ما تكون خارج السيطرة، بس إحنا الفترة اللي جاية محتاجين نلبس الكمامات شيء أساسي، محتاجين نتباعد شيء أساسي، محتاجين النهاردة التطهير بشكل مستمر شيء أساسي. وأنا النهاردة كنت في اتصال هاتفي مع معالي محافظ الجيزة، الراجل كلمته النهاردة على بولاء الدكرور وكلمته على الدوائر الأخرى النهاردة، التطهير مهم يا معالي الوزير، قال لي إن شاء الله تعالى من بكرة شركة المية وهيئة النظافة متواجدة معاكم لتطهير كل الأماكن اللي أنتم محتاجينها. وأنا بقول لك يا أستاذ محمد حاول تخلي كل المصريين من خلالكم من خلال كل السادة النواب زمايلك إن الناس تلتزم قدر الإمكان النهاردة في الأسواق تتحرك إزاي. محتاجين يا سيادة النائب مع دور الدولة يكون في وعي شوية للمصريين أكتر من كده، لأن حضرتك زي كنت عايزة أسأل حضرتك وعي المصريين على قد ما هم بيحاولوا إن هم ياخدوا بالهم، بس في ناس كتير لازم تهتم أكتر من كده. دور الدولة باين وواضح جدا مع التحذيرات ومع القرارات اللي بتاخدها الفترة اللي فاتت وما زالت فيها، فمحتاجين شوية وعي للمصريين يا سيادة النائب.